الفساد السياسي للمبتدئين. أهلاً بكم في درس اليوم. لتدور عجلة الفساد يجب توفر الآتي: أولاً، سياسيون لهم تأثير على البرلمان والحكومة والقضاء. ثانياً، رجال أعمال يتمتعون بثروات كبيرة ولا يشبعون. ثالثاً، منجم مغر للنهب، يعني مثلاً مغارة علي بابا. ورابعاً، ماكينات لغسيل الأموال. طيب كيف تدور العجلة؟ ولا أسهل. السياسيون بحاجة إلى أموال لحملاتهم الانتخابية ولكسب المؤيدين، والأموال مصدرها رجال الأعمال الأثرياء الجشعين غالباً. ينهبون مغارة علي بابا من خلال شركات وعقود وهمية. يتولى السياسيون حمايتهم وإبعاد عيون القضاء عنهم. ومصدر الأموال؟ كيف سيجيبون على هذا السؤال؟ ماكينات غسيل الأموال تقوم باللازم. هذه العجلة يمكن أن توقفها عصا، والعصا غالباً تكون صحفيين استقصائيين وموظفين حكوميين يتمتعون بالنزاهة والشرف ليتهاوى رأس الهرم. هذا ما حصل لرئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا، ومن شاهد مسلسل دا ميكانيزم يعرف عما نتحدث. الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل انتخب رئيساً لفترتين، مدان ومتهم في 6 قضايا فساد منفصلة، ويواجه عقوبة بالسجن مدة 12 عاماً. المحكمة العليا رفضت التماسه للبقاء خارج السجن حتى انتهاء فترة الطعن على الحكم. دا سيلفا أدين بتلقي الرشوة من قبل شركة كانت تسعى للحصول على عقود مع شركة نفطية عملاقة. القضية أثارت انقساماً حاداً في البلاد، وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية، وأحدثت أيضاً بلبلة في الجيش. المظاهرات شلت البلاد بين مؤيدين للرئيس المتهم يتحدثون عن مؤامرة ضده ومعارضين له. أياً كانت الحقيقة، فعجلة الفساد لا تدور في البرازيل فقط، ولها أشكال وسرعات مختلفة. كيف تدور عجلة الفساد في بلادكم؟